السلام عليكم، انا دكتور ياسين سعد، برحب بحضراتكم في لقاء جديد من طبيبك الخاص. النهارده هتكلم عن جزئيه جديده ومهمه جدا في فيروس كورونا، بمناسبه دخول العالم كله في الموجه الثانيه من كورونا. في مجموعه ابحاث ظهرت الفتره اللي فاتت، اهم هذه الابحاث بحث قامت به الكليه الملكيه البريطانيه. البحث ده أقيم على حوالي 1600 عيان وطلع بنتائج مهمة جدا جدا هيبقى لها دور في السيطرة على الموجة الثانية من كورونا. البحث ده وضح لنا أن كورونا عبارة عن 6 أنواع وليس النمط المعتاد اللي احنا كنا فاكرينه أن كورونا عبارة عن نوع واحد. وقسم كورونا زي ما قلت إلى 6 أنواع، من النوع الأول إلى النوع السادس. أول 3 أنواع بنقدر نقول انها انواع بسيطه، اعراضها الكلينيكيه الى حد ما من بسيطه الى متوسطه. بعد كده اخر 3 انواع اللي هو من النوع الرابع الى النوع السادس، دي انواع الى حد ما خطيره واختارهم على الاطلاق النوع السادس. هتكلم مع حضراتكم بسرعه كده عن مسميات الست انواع وبعد كده هتكلم بالتفصيل. بس بفكر حضراتكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه. الانواع هي الآتي: النوع الأول اللي بنسميه الكورونا شبيه البرد بالحرارة، النوع الثاني كورونا شبيه البرد بالحرارة، النوع الثالث كورونا الجهاز الهضمي. الثلاث أنواع من الرابع إلى السادس زي ما قلنا بتبقى أصعب شوية ومتدرجة في الخطورة. النوع الأول فيهم اللي هو النوع الرابع بنقول عليه كورونا الإجهاد، وده مستوى خطر أول. النوع الخامس اللي بنقول عليه كورونا الجهاز العصبي اللي بيبقى فيه حالة من التوهان وعدم القدرة على التركيز، وده مستوى الخطورة الثاني. النوع السادس والأخير اللي هو كورونا الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي معا، وده أعلى درجات الخطورة. النوع الأول اللي بنسميه كورونا البرد بلا حرارة، هو الاعراض بتاعته اعراض بسيطه جدا، وده ابسط انواع الكورونا على الاطلاق. ومن رحمه ربنا ان معظم الناس اللي بيصابوا بالكورونا بيبقى النوع الاول اللي هو بسيط نسبيا. الاعراض في النوع الاول بتبقى الاعراض الشائعه للكورونا اللي هي عباره عن الصداع والم الزور، وممكن العيان بيعاني من الم بسيط في العضلات، بيبقى برضه عنده كحه بسيطه، وممكن يبقى في عنده بحه بسيطه في الزور. العيان اهم ما يميزه في المرحله دي ان مفيش حراره، وحتى ده باين من اسم المرحله اللي هي كورونا شبيه البرد بلا حراره. النوع الثاني من الكورونا اللي هو كورونا شبيه البرد بالحراره، بيفرق عن النوع الاول اللي هي جزئيه الحراره، بمعنى ان العيان عنده نفس اعراض النوع الاول اللي هي عباره عن، افكركم بيها، عباره عن صداع، عباره عن كحه، ألم في الزور، وبرضه فقدان في حاسة الشم. وبنأكد إن فقدان حاسة الشم من العلامات الأساسية والثابتة لكورونا. بيميز الأعراض في المرحلة ديت هي ظهور الحرارة، ومع ظهور حرارة العيان بيبدأ يفقد الشهية. كمان بيميز النوع الثاني من الكورونا اللي هي الكورونا شبيهة البرد ومعها حرارة، بيميزها إن الكحة واضحة جدا وأقوى من النوع الأول. النوع الثالث من كورونا اللي هو كورونا الجهاز الهضمي، والاعراض هنا بتبقى واضحه جدا في الجهاز الهضمي. اهم عرض هو الاسهال، ممكن العين برضو يبقى عنده ترجيع، ممكن يبقى عنده الم في البطن. ده ما يمنعش ان العين برضو عنده الاعراض العاديه، ففي عنده صداع وعنده الم في الزور، ممكن يبقى فيه كحه ولكنها بتبقى بسيطه جدا، ممكن في ارتفاع في الحراره ولكن بيبقى بسيط جدا. المميز هنا هو اعراض الجهاز الهضمي. الثلاث انواع اللي قلتهم دول نقدر نقول عليهم الكورونا البسيطة إلى متوسطة، واللي بيصيب غالبا فئة الشباب والأشخاص اللي ما عندهمش أمراض مزمنة. الأنواع التالية من الكورونا اللي هي من أول النوع الرابع إلى النوع السادس، دي الأنواع الخطيرة والصعبة من كورونا. أول أنواع الخطيرة اللي هو النوع الرابع اللي هو مستوى الخطورة الأول اللي بنقول عليه كورونا الإجهاد. والإجهاد بيبقى واضح جدا في هذا النوع من كورونا، وده بيدل على إن الطاقة استنفذت من الجسم. العيان بيبقى واضح جدا عنده شعور بالاجهاد، حتى ان العيان بيبقى بيقول لك انا عندي كورونا من غير ما نحلل ومن غير ما نعمل حاجه. ليه؟ لان ما يكونش يجرب الاحساس ده قبل كده على الاطلاق.
برضو في الفترة دي نفس الأعراض موجودة معانا اللي هي الأعراض العادية زي فقدان حاسة الشم وزي الصداع وزي ألم الزور وزي بحة الصوت. كمان بيبقى موجود برضو ارتفاع في درجة الحرارة وفقدان للشهية. النوع الخامس من الكورونا كورونا الجهاز العصبي. مؤخرا وصل ان الكورونا بتأثر على الجهاز العصبي وفي الحالات الصعبة بتأثر على المخ وتعمل عند الإنسان حالة من الارتباك والتوهان. كمان عيان الكورونا بعد ما بيتعافوا هم بيشرحوا حالتهم بيقول لك احنا كنا في حالة شبيهة جدا بالغيبوبة كما لو كنا في غيبوبة غير كاملة. شايفين الناس حوالينا وبتحرك بس الوعي بتاعنا محدود جدا. العيان ده برضه بيبقى عنده حالة عالية من الإجهاد، بيبقى عنده صداع وعنده برضه فقدان في حاسة الشم وعنده ارتفاع في الحرارة وعنده برضه فقدان في الشهية. النوع السادس أخطر أنواع الكورونا على الإطلاق اللي هي كورونا الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي معا. يعني أنت عندك دلوقتي مشكلة في جهازين مهمين في الجسم. أعراض الجهاز الهضمي بتبقى عنيفة، إسهال عنيف وترجيع ممكن يؤدي إلى الجفاف والضعف، وفي نفس الوقت أعراض تنفسية أهمها صعوبة التنفس اللي ممكن تخلي العيان يحتاج الأكسجين وممكن حتى يدخل المستشفى وممكن يتحط على جهاز تنفس صناعي. واضح جدا ان النوع السادس هو اخطر الانواع على الاطلاق، وده غالبا اللي بيأثر على كبار السن واصحاب الامراض المزمنه. بعد ما عرفنا على الست انواع اللي وصفتهم لنا الدراسه الانجليزيه المهمه، يا ترى ايه اهميه معرفه الست انواع دي؟ في عندنا الحقيقه تطبيقات كتيره للمعلومه دي. لما عرفنا ان احنا عندنا ست انواع من الكورونا على الاقل، عرفنا ان احنا عندنا ست امراض وكل مرض له سمات وله خصائص وله مسار وله نهايه وله متطلبات، كمان كل مرض له علاج. بمعنى ما ينفعش يا جماعه يبقى عندنا بروتوكول واحد للكورونا وكل الناس تمشي عليه. اللي بيحصل ان معظم الناس بتقلد بعضها في علاج الكورونا، حتى الدكاتره للاسف برضه بتنقل بروتوكولات العلاج من بعضها. احنا عايزين نوضح ان الدراسه دي قالت ان عندنا ست انواع، يعني ما ينفعش بروتوكول واحد يناسب الجميع. مش المنطقي ابدا انك تستخدم نفس البروتوكول في العيان بتاع النوع الاول اللي هو برد بسيط وتطبقه على نفس العيان اللي عنده اعراض عنيفه جدا تنفسيه وجهاز هضمي اللي هو النوع السادس. لكل نوع اللي يناسبه البروتوكول بيتعدل حسب المرحله اللي احنا موجودين فيها. كمان بمعرفه الست انواع من الكورونا بنقدر نتوقع مسار المرض فنعرف العيان هيحتاج ايه وهيحتاج يدخل المستشفى ولا لا. فعلى سبيل المثال العيانين بتوع النوع الاولاني 1.5% منهم بس اللي ممكن يحتاج اكسجين. النسبه دي بتعلى بالتدريج، في النوع السادس بتوصل لحوالي 20%. فانا لما بعرف اصنف العيان هو اي نوع من انواع الكورونا بقدر اعرف متطلباته واوفرها، وبالتالي بضمن فرص مهمه جدا للعلاج والنجاه من الكورونا باذن الله. بنيجي بقى لسؤال مهم جدا، وهو هل يا ترى طالما عندنا ست انواع من الكورونا هل يا ترى عندنا ست انواع من الفيروس؟ الاجابه الحاسمه لا. بالرغم ان احنا عندنا ست انواع من الكورونا الا ان كل الدراسات العلميه قالت ان احنا عندنا نوع وحيد من الفيروس فقط، مش ست انواع. نوع وحيد بالرغم من ثلاث معلومات مهمة ظهرت في الفترة اللي فاتت. أولها إن في دراسات صينية قالت إن الفيروس على الأقل منه نوعين، نوع سموه اللي طيب والنوع الثاني سموه اس طيب، لكن مفيش دراسات محايدة أكدت المعلومة دي. كمان بعض الدراسات المحدودة في أوروبا قالت إن في بعض التغييرات الجينية وفي بعض التبديلات في الأحماض الأمينية جوه الفيروس، ولكن برضو الابحاث دي كانت ضعيفه وما اتاكدتش بابحاث اقوى منها. مؤخرا وقريب جدا في بحث في بريطانيا قال ان ظهر نوع جديد مختلف جينيا عن النوع الكلاسيك بتاع فيروس كورونا، بس برضو هذا لا يعني ان احنا عندنا ست انواع من فيروس الكورونا، لا، هذا لا يعني ان في عندنا فصيل لكل نوع من الانواع دي، هو فصيل واحد فقط. الاعراض دي بتختلف من شخص للتاني حسب الفروق الفرديه اللي بتعتمد على سن الشخص وهل يا ترى مناعته شكلها ايه ويا ترى عنده امراض مزمنه ولا لا. باكد
أخيرا، إن فيروس كورونا فيروس شرس جدا حتى في المراحل الأولى، مش معنى إن العيان موجود عنده كورونا النوع الأول اللي هو البسيط إن هو هينجو بسهولة من المرض، لا، كل الأمراض تنطوى على نسبة عالية من الخطورة بتبقى عالية جدا في النوع السادس. الأكيد أن الحماية من كورونا بتبقى بثلاث حاجات أفكركم بيها، وهي رقم واحد تجنب العدوى بلبس الكمامة الطبية في الأماكن المغلقة والأماكن المزدحمة. رقم اثنين هو غسيل الأيدي باستمرار. ورقم ثلاثة الحفاظ على مسافة اللي هو التباعد البدني، مسافة لا تقل عن 1 متر خاصة في الأماكن المزدحمة. بتمنى أكون قدمت لحضراتكم معلومة واضحة ومفيدة. ما تنسوش برضو 3 حاجات: اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا وإلى اللقاء.